بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، المصطفى الأمجد أبي الزهراء محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتنا وأخواتنا في الله، يا أكرم الشعوب وأعظمها، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إيمانا بحق الشعب الثابت في تقرير المصير، واستمرارا في فعاليات تقرير المصير الجماهيرية الكبرى التي سطى فيها الشعب أروع البطولات وأعظم المواقف، وترك فيها شهداؤنا الأبطال أوضح البصمات الخالدة، لا سيما القائد الميداني الشهيد عباس الشيخ. من هذا المنطلق الثوري ندعو جماهير شعبنا لرفع مستوى التعبئة الشعبية استعدادا لخوض استحقاق تقرير المصير القادم. ومن هنا، من بلدة المعامير الأبية، معامير العزة والكرامة، وبعد التوكل على الله الملك القهار الذي يهلك ملوكا ويستخلف آخرين، نعلن عن الزحف الثوري الموحد نحو تقاطع السيف يوم 19 من أكتوبر الجاري، زحفا جماهيريا يحطم طغيان القبيلة الفاسدة، زحفا مدويا يؤكد فيه الشعب على حقه الثابت في تقرير مصيره. كما إننا ندعو للمشاركة في طوق تقرير المصير 15 بالتزامن مع الزحف الثوري الموحد، انطلاقا من تقاطع السيف ووصولا إلى تقاطع الدانة ذهابا وإيابا. فليستعد الشعب الأبي بمختلف فئاته العمرية للمشاركة في هذا الاستحقاق القادم، واعلنوها مدوية للخارج والداخل: إننا متمسكون بحقنا في تقرير المصير. ارفعوا قبضاتكم عاليا يا أصحاب الحق الأصيل، ارفعوا قبضاتكم عاليا إلى عنان السماء، واهتفوا بأعلى أصواتكم بحقكم الثابت في تقرير المصير. من حقي تقرير مصيري، من حقي، من حقي باسم المؤمن والعشيرة، باسم المؤمن والعشيرة، باسم المؤمن والعشيرة. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، 15 أكتوبر 2013 ميلادي، بلدة المعامير، البحرين المحتلة.